السلام عليكم. ايه هو بقى الاقتراح الهام اللي انا عاوز اقدمه لليوتيوب واللي انتوا كلكم المفروض تساعدوني ان صوتنا يوصل؟ الاقتراح دوت بخصوص الانذارات. قنوات كتيرة كويسة بتقفل بسبب الانذارات، لان 3 انذارات في توقيت متقارب يقفلوا القناة. طب ما في ناس هتقول انا محتوايا حصري صوت وصورة، الموضوع ده ما يهمنيش. لا، ما انت ممكن يجيلك انذارات بالغلط حتى، لان في ناس بيجي لهم 30 انذار مرة واحدة، مش انذار ولا 2 ولا 3، فمفيش حد كبير على الانذارات. احنا من مصلحتنا ان ما يبقاش في انذارات تضر القناة. لو هننصح بنقول انشر محتواك الحصري وبلاش المحتوى المعاد استخدامه لانه بيعطل الارباح، لكن احيانا بتضطر تنشر حتة صغيرة علشان في حاجة اسمها حق الاستخدام العادل. ساعات بتعمل انت تعديل جوهري على مقطع من الفيديو، انت بتعتقد انه تعديل جوهري، غيرك بيعتقد لا ده انت واخد محتوى الفيديو بتاعي، وبيحصل صراع على ملكية الفيديو، فطبعا دي مشكلة كبيرة. اللي قصادنا ده فيديو بنتي اللي عاملاه واتنشر عندي الاول في القناة فاصبح بتاعنا، وبعدين نشرته في قناتها، فظهر لي المنظر ده ان انا ممكن اديها انذار بحاجة اسمها شكوى مجدولة ارسال اشعار قبل 7 ايام، وحاجة اسمها شكوى قياسية طلب ازالة المحتوى الان. يعني واحد بيدي انذار فورا، ونوع من الشكاوي بيدي مهلة 7 ايام لو ما تحذفش الفيديو ده حد انذار. فانا بقترح على اليوتيوب، وده من سياسة اليوتيوب الموجودة، الحاجتين دول ما نخليها شكوى مجدولة وخلاص، مفيش داعي للشكوى القياسية. والشكوى المجدولة اللي هي بتدي فرصة نحذف العمل اللي جاب مشاكل، او نعدل العمل اللي جاب مشاكل، ونقص الحتة اللي فيها المشكلة بتاعت الحقوق، ويا دار ما دخلك شر. اليوتيوب كل شوية بيعمل تعديلات، فيا ريت انه يتبنى الاقتراح ده، اللي هي الشكوى المجدولة ارسال اشعار قبل 7 ايام. ده هيريح ناس كتيرة، وفي نفس الوقت هيحافظ على حقوق الناس التانية، اصحاب الاعمال اللي خايفين عليه. وفي حاجة تانية كويسة، ان بعض اصحاب الاعمال بيدوا حاجة اسمها حظر، ما بيدوش انذار، دي حاجة كويسة جدا. وخلي بالك لو حد اداك انذار ظلم، ان اساءة استخدام هذه الاداة مثل تقديم طلبات ازالة المحتوى لا املكه قد يؤدي الى اغلاق حسابي على يوتيوب، وهو بيحذر اللي بيدي انذار بالتحذير الجامد ده. فانت حضرتك بتعمل اشعار مضاد، لو انت مظلوم اليوتيوب بينصفك. هنا عبد الله جمال الحقيقة تواصل معايا على ماسنجر وابلغني انه عنده مشكلة، انه منزل محتوى لرامز جلال ومعلق عليه بصوته وصورته، يعني عامل تعديل جوهري على الموضوع ومعلق، وكلنا بنشوف الفيديوهات اللي احنا بنعلق عليها صوت وصورة، او القنوات اللي بتعلق عليها صوت وصورة، محدش بيتكلم. لكن جه مدعي اللي هو بتاع برنامج رامز، مدعي حقوق الطبع والنشر، لا ما عجبوش وراح مدي انذار. حقه ولا مش من حقه؟ ناس هتقول لك حقه علشان ده محتوى الاصلي ومحدش المفروض ياخده، وناس هتقول لك لا مش من حقه عشان اصبح فيديو جديد فيه صوت وصورة شخص اخر وبيعلق عليه وبينتقد المحتوى. اذا فلسفة الاشعار المضاد اللي عبد الله جمال عاوز يعمله صراع على ملكية الفيديو اللي اتحذف واتاخد فيه انذار. المشكلة ان عبد الله ده الانذار رقم 3 ليه، هو اخبرني انه كان فاضل له يوم وانذار من الاتنين اللي فاتوا ينتهي، لكن اليوتيوب اخباره انك كده عندك 3 انذارات وقناتك هتتقفل، واداله فترة تسوية اسبوع انه يلحق يعمل اشعار مضاد. قمة المأساة، قناة عبد الله قناة جميلة جدا، قناة مفعل فيها الربح، القناة فيها مشاهدات حلوة، قناة ممتازة، لكن بتواجه خطر الاغلاق. طلب مني اعمل ايه؟ الراجل هو نفسه فاهم يعني، قلت له لا انت اعمل اشعار مضاد، مفيش قصادك الا كده. ماشي، قبل ما اقترح عليه الاشعار المضاد هو كان اخبرني انه حب يتواصل في مدينة الاعلام مع مدعي هو الطبع والنشر بتاع البرنامج وكده، ويعني ما فيش نتيجة. فقلت له خلاص ما فيش قدامنا الاشعار المضاد، وقول ان انت عملت تعديلات جوهرية وحاجات زي كده. هو الحقيقة كان بيفهم، يمكن ما التزمش بالنص الحرف اللي انا قلته، لكن بعت الاشعار المضاد وكان في مشكلة واجهته، انه عنده حاجة في التليفون او العنوان او البيانات كانت مختلفة عن اللي موجودة في اليوتيوب. هو قال لي رقم التليفون اللي كان عامل بالقناة مش فاكره،
قلت له طب ما تحط الرقم الجديد اللي معاك دلوقتي، قال لي ما انا مش لاقي الاوبشن اللي انا اغير بيه رقم التليفون مش عارف. وبالتالي لما عمل الاشعار المضاد، الاشعار المضاد ما كملش ولازم يعيده برقم تليفون صح وكده، وكمان مش فاكر التليفون اللي كان عامل بيه اليوتيوب. قلت له طبعا هحاول اشوف لك الموضوع دوت. دخلت على الاستوديو الجديد مش عارف اوصل للتليفون نجيبه منين ولا نغيره ازاي، هو راخر مش عارف. المهم قناته اتقفلت للأسف الشديد، واهي القناة قصادنا اهي للأسف مقفولة زي ما احنا شايفينها اهي. الحساب تم انهاءه للأسف الشديد، ودي حاجة تزعل جدا. الراجل كان فاضله يوم وانذار من اللي واخدهم كان هينتهي تأثيره وكأنه لم يكن، بالتالي قناته ما كانتش هتقفل. حاجة تانية انه ممكن يعمل اشعار مضاد ويتقبل لانه عامل تعديلات جوهرية على الفيديو، انه كان بينتقد الفيديو وكان بيعلق عليه صوت وصورة، يعني اصبح محتوى جديد. طب هو دلوقتي ممكن يعمل اشعار مضاد؟ اه ممكن، لما القناة بتبقى مقفولة بتعمل اشعار مضاد على نموذج مستقل، لكن بيبقى فيه رابط ويب مستقل بيدخل عليه وبيعمل رابط الفيديو اللي جاله عليه الانذار، وبيعمل الشكوى بتاعته او الاشعار المضاد بتاعه وبيكتبه، وبيكتب بياناته وتليفونه وعنوانه والحاجات دي كلها وبيبعتها لليوتيوب. انا بقترح ان احنا نخش صفحة جوجل عادية جدا وندوس على النقط اللي هي في شكل مربع دي، يتفتح لنا المنظر اللي قصادنا ده، وبعدين ندوس على الحساب هيظهر المنظر اللي قصادنا ده، وبعدين ندوس على المعلومات الشخصية وندوس على سهم الهاتف هيظهر المنظر اللي قصادنا ده وندوس على سهم الهاتف. في هنا شكل القلم ندوس عليه عشان نعدل رقم الهاتف، هيظهر المنظر دوت عشان ندوس التالي عشان نثبت هويتنا، هندوس على التالي ومن هنا يتجدد الامل ان ممكن نغير رقم التليفون عن طريق اثبات الهوية. حاجة كمان عاوز اقولها، ان في صديقة برضو تواصلت معايا علشان عندها مشكلة في الفيديو اللي قصادنا ده. شايفين الفيديو اللي قصادنا دوت، ندوس على المزيد هنلاقيه ترخيصه كرياتيف كومونز، يعني ايه؟ يعني محتوى يسمح بإعادة الاستخدام. فهي خدته وحملته 41 ثانية ونزلته في قناتها وجالها انذار. جالها انذار ليه مع انه يسمح بإعادة الاستخدام؟ انا بعتبر الترخيص ده يعتبر فخ. فخ ليه؟ علشان لو فلت من حقوق طبع النشر مش هتفلت من المحتوى المعاد استخدامه، لكن هي كانت المفروض تنشره بنفس الترخيص اللي هو كرياتيف نشرته بترخيص يوتيوب العادي، فجالها انذار. الحاجة التانية كان ممكن تعدل عليه تعديلات جوهرية وتنشره ويبقى بترخيص يوتيوب العادي، بس هندخل كده في وجهات النظر، يا ترى المحتوى اتغير بقى فيديو جديد ولا لا؟ فاحنا نريح دماغنا ونبعد عن الحاجات دي. وجالها انذار وقالت لك اكتب الاشعار المضاد ازاي، قلت لها على الصيغة، بعتته اترفض الاشعار المضاد. واليوتيوب طبعا ما بيقولش السبب، لكن السبب في رأيي الشخصي انها نشرته بترخيص يوتيوب العادي وفي نفس الوقت ما عملتش تعديلات عليه. فالمدعي اللي هو طبعا الجماعة الهنود والحاجات اللي زي كده غاويين انذارات صراحة، يعني ما بيرحموش وما عندهمش عاطفة. انذار يعني انذار، عملت طلب سحب مطالبة، نشدت واعتذرت له، ما فيش فايدة. يبقى احنا نريح دماغنا يا جماعة ونعمل فيديوهاتنا الحصرية بس، ومالكش دعوة بغيرك بينشر ايه، خليك انت في نفسك. يمكن غيرك واخد اذن، يمكن واخد تصريح، يمكن واخد ترخيص، يمكن دوره لسه ما جاش في المراجعة. في قنوات متفعل عليها الربح لما بتتراجع بيتلغي تفعيل الربح عليها، بعد شهر بعد اتنين بعد سنة في يوم من الايام هيتلغي تفعيل الربح عليها. ليه انت تضيع مجهودك؟ انشر بس محتواك الحصري. الفيديو اللي قصادنا ده وريته لواحد سألني برضو من الاصدقاء المشتركين انه كان عنده انذار والانذار فات عليه اكتر من 3 شهور ومش راضي يتلغي، فمش عارف ايه السبب.
فانا دليته على السبب، قلت له السبب انك ما جاوبتش اسئله مدرسه حقوق الطبع والنشر، فشوف الفيديو دوت اللي هو قصادنا ده وتعرف ازاي تجاوب على اسئله مدرسه حقوق الطبع والنشر وتوصل ليها وتجاوبها، وان شاء الله الانذار يتشال. الراجل ما كدبش خبر وشاف الفيديو ولغى فعلا الانذار، خلاص انتهى. فبيقول لي، هو اسمه مستر بين، بيقول لي اشكرك كل الشكر اخي الغالي، الله يجزيك كل خير، تم حذف الانذار والحمد لله وجزاكم الله كل خير، والشكر للاخت التي ساهمت في مساعدتنا، كان مثل الجبل على رأسي وانزاح، واكرر شكري اخي الغالي. كان الفيديو ده كنت انا عامله مع صديقة، ان اديتها انذار ولغيت الانذار، وشرحت ازاي ندي انذار وازاي نلغي الانذار وازاي طلب صاحب المطالبة وازاي نعمل اشعار مضاد، بس في حاجة لا نملكها بيبقى صعب قوي الاشعار المضاد انه يتقبل. فانا رديت عليه وقلت له بالشكر لله والحمد لله وربنا يبعد شر الانذارات عنا وبالتوفيق يا رب. قال لي الله يعطيك ما تتمنى اخي ويسعدك. حسيت نفسي خرجت من قبر، لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل كان في ازمة جامدة جدا، يعني تشبيه صعب، يعني اكنه كان في كارثة وخرج من قبر، يعني اتولد من جديد. يا سبحان الله. انا الحمد لله مبسوط جدا، انا قلت له والله انا سعيد انك حلت المشكلة وربنا يوفقك دايما يا رب. فعلا انا سعيد لما بساعد حد او بعتقد اني بساعد حد في الخير وبلغي له الانذارات، لكن ايدي ما بتبقاش طايله في كل المواضيع. يعني مثلا اغنيه عليها حقوق، طب انا هعمل فيها ايه؟ انا مره كان في اغنيه حكايتي مع الزمان الداني ده بتاعها انذار دونا على العالم كله، والاغنيه منشوره في كل حته، فعملت اشعار مضاد وقلت اشمعنى انا اللي اخد انذار ما الاغنيه موجوده في كل حته. فاليوتيوب احال الاشعار المضاد للمدعي، يعني قبله. رحت انا حازف الفيديو المزال عشان المدعي يعجز عن الرد، فالانذار يتلغي وفعلا اتلغى الانذار. طب فرضا انا كنت سبته، ما هو مش بتاعي. الاشعار المضاد فلسفته ان صراع على ملكية الفيديو، وهو صراع قانوني ممكن يوصل للمحاكم. فانا اغنية حكايتي مع الزمان اللي هي الاغنية اللي في الفيلم مش بتاعتي، واداني عليها انذار. طب انت ما بتديش الناس كلها انذارات، اشمعنى انا؟ فاليوتيوب احله الموضوع ده عشان يرد. فطبعا انا حذفت الفيديو المزال وريحت دماغي. فلما يبقى فيلم او محتوى كبير او اغنية او حاجة ليها حقوق واضحة وجامدة، ايديا بتبقى متكتفة، لازم ثغرة. الثغرة دي عشان تبقوا عارفين بتبقى حق استخدام عادل، يعني باخد مقاطع صغيرة واخد عليها انذار، ده حق استخدام عادل. بقول كده اليوتيوب بيحب حق الاستخدام العادل وبيشجع عليه، بس ما يبقاش هو نشر لي 15 ثانية واخدهم واقول ده حق استخدام عادل، انا كده خدت المحتوى كله. نشوف اي صغر، انا عملت تعديل جوهري، انا ظهرت بصوتي وصورتي على الفيديو وعدلت عليه، لازم نلاقي صغرة نلاقي حجة نقول عليها، لكن ما اخدش المحتوى هو هو او جزء كبير من المحتوى ويبقى عندي امل الانذار يتلغي. في الاخر ربنا يكفينا شر الانذارات، الانذارات دي وحشة قوي، بتضيع مجهود سنين. خلي بالكم كل واحد يحافظ على قناته ويخلي باله منها، وياريت اليوتيوب يعتمد فكرة ان الانذار يبقى له مهلة 7 ايام فقط، مفيش داعي للانذار المباشر. المهلة دي بتدي فرصة ان احنا نحذف الفيديو كده، صاحب الحقوق ما زعلش اللي نزل الفيديو بتاعه حذفه، وفي نفس الوقت جنبنا روحنا الانذارات وشر الانذارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.